اول نهار في رمضان كندوزو بحالي بحال الناس كاملين في داري في داك الاجواء ديال رمضان. الشهيوات ما خشاي راك عارفني مع الكوزينه والشهيوات ما خشاي، وبطبيعه الحال العباده ديالنا واللي كنركز بزاف كنركز على ديك اللمه ديال العائله. رمضان كيسمح لينا ان باش نجمعوا مع وليداتنا، حنا كنعرفوا في خلال العام كامل مع كل واحد وفين مدهي فينا، ولكن رمضان كتكون فرصه اننا كنتجمعوا مع بعضياتنا. الحاجه ماما غادي تمشي للعمره ان شاء الله هذا العام، الله يديها ويجيبها على خير، وانا خصني نقوم بالمهام. انا كنا هي الحاجه في بلاصتها بيان سور، هما خصني نقابل ماما نقابل اختي خويا نقابل الواليد، خصني نعرض عليهم ندير انا الصواب نمشي عندهم وتجي ماما على خير ان شاء الله. ماما هي حياتي، ماما هي عمري، ماما كلشي، ماما كلشي في حياتي. بلا بها ما كنتش غنكون جالسه هذه الجلسه اللي انا عندكم. رضاتها واقف معايا وقلتها لها، قلت لها ماما انا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرضاتك راكي شتي المعارض على عينك نجح. اي نجاح وصلت ليه فضل دعوات مهمتي عليا. صراحه انا نهائيا ما كنتش متوقعه هذا النجاح. انا عارفه كاينين الناس كيبغيوني وكيتبعوني، ولكن باش يجي هذا الكم الهائل ديال الناس ما كنتش متوقعه نهائيا، وما كنتش متوقعه هذا النجاح ديال المعرض 100%. الحمد لله، اللهم لك الحمد، فضل الله سبحانه وتعالى ورضات الوالدين كل شيء داز على خير، اللهم لك الحمد. انا بالنسبه ليوتيوب مؤخرا وليت مقصره منه، ما بقيتش كنحط بزاف، كنغبر شهر مره كنضرب طليله، لانه الناس اللي متبعيني في يوتيوب عزازين عليا بزاف. فبحكم انه كانوا عندي جوج اعمال كنت كنصور فيهم، وكتعرفوا باللي الناس نهار الاول فاش عرفوني كممثله، يعني هذه هي المهنه ديالي. ونهار اللي دخلت اليوتيوب الناس بغاوني في يوتيوب وبغاو وصفات هدى، والدليل على هذا كلهم هاد الناس اللي كانوا عندي هنا كلهم اغلبيتهم نقدر نقول لك واحد 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 80% جايه من يوتيوب. اللي كتجي عندي كنقولها منين جايه؟ كتقول لي جايه من يوتيوب، جايه من يوتيوب. كنقول الحمد لله. الناس كيقول لك هدى حنا بغيناك كممثله، ولكن عشقناك اكثر في يوتيوب والوصفات ديالك، وحنا وصفاتك كنجربوها وكتصدق لينا، تنقول هذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. نبغي نقول للمغاربه كاملين اللي كيشاهدونا من خلال انفاس، نبغي نقول لهم رمضان كريم، يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله يا رب.